وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل كريم يسأل عن حديث عن جابر وأنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا على الجراد قال: اللهم أهلك كباره، اللهم أهلك كباره واقتل صغاره وأفسد بيضه واقطع دابره وخذ بأفواهها عن معايشنا وأرزاقنا إنك سميع الدعاء. فقال رجل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تدعو على جند من أجناد الله بقطع دابره؟ قال: إن الجراد نثرة الحوت في البحر. قال هاشم: قال زياد: فحدثني من رأى الحوت ينثره. هذا حديث موضوع، هذا الحديث حديث موضوع أيها الكرام المباركون. نأتي بالنسبة لتخريج هذا الحديث. هذا الحديث أخرجه ابن ماجة في سننه، وهو من طريق زياد بن عبد الله عن موسى بن محمد بن إبراهيم عن أبيه عن جابر وأنس إلى آخره. فهذا الحديث أيها الكرام الفضلاء، هذا السند سند ضعيف جدا. محمد بن موسى هذا هو التيمي المدني منكر الحديث كما قال النسائي، والذهبي رحمه الله ساق من مناكيره هذا الحديث، وابن الجوزي أورده في الموضوعات من رواية موسى هذا اللي هو موسى بن محمد، ثم قال: لا يصح، موسى متروك. والسيوطي في الآلئ المنشورة في الحديث الموضوعة أقره ولم يتعقبه بشيء، إلا أنه قال: قلت أخرجه ابن ماجه مع هذا، فقد أورده في الجامع الصغير. ثم يقول شيخ الألباني: رأيت ابن قتيبة أخرجه في غريب الحديث من رواية أبي خالد الواسطي عن رجل عن ابن عباس موقوفا عليه، وهذا مع أنه موقوف وبه أشبه، فإن سنده واحد، لأن أبا خالد هذا وهو عمرو بن خالد متروك، ووكيع ابن الجراح الرؤاسي رماه بالكذب. وعلى كل حال قال الشيخ الألباني: هو الحديث هذا حديث الموضوع، ويشبه أن يكون من الإسرائيليات. أما بالنسبة للفظ الجراد نثرة حوت في البحر أو نثرة الحوت في البحر، فهذا هذه اللفظة حديث موضوع أيضا. وعلى كل فالحديث كله لا يصح أيها الكرام الفضلاء. صلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.